مين هو أبو؟ أخي. ما بدي تقولي لي أخي وغيره من هذا الحكي الفاضي. مين هو أبو؟ عم أسألك مين هو أبو؟ شو أعمل أنا هلأ؟ يلا قولي لي شو بقدر أنا أعمل، فهميني لشوف شو الحل. بضربك مثلا؟ أوصيك بنص راسك مثلا وبعدين بقتل حالي، شو رأيك؟ ولا شو بتحبي أعمل بحالي لحتى ترتاحي؟ يا ريت في حل ما له علاقة بالقتل والنار. تحضنوا بعضكم مثلا. ليش عملتي هيك في؟ ليش هيك؟ روحي من وشي عغرفتك، ما بدي اشوف وشك هالفترة. يلا فرهاد؟ انت كيف بتخبي عني قصة مثل هاي؟ قولي ليش كذبت علي وخبيت عني هيك قصة؟ احكي. ايه بخبي مشان احمي البنت اللي عرفتها من كم يوم من اخوها اللي كل عمره معها. ايه بخبي لاني انا حكيت معها وفهمتها وشاركتها كتير شغلات بس بثلاث ايام وصرت قريبة منها ورفيقة لإلها. عم تفهم هالشي؟ وانت كمان اللي ولدتيها مع هيك؟ ايه وانا اللي ساعدتها وولدتها، هرب الرجال وتركها، لهيك انا اللي ولدتها. ارتحت هيك؟ احكي بشو غلطت انا؟ انا ما عم بستوعب حجم الكذب. كلكن كذابين محترفين. اللي ما بيتحملوا يسمعوا الحقيقة بيكونوا هنن اللي بيستاهلوا انه الواحد يكذب عليهم. فرهاد عم تفهم؟ اسمعيني دكتورة. انت اللي اسمعني وفهمني. طلع شوي على حالك، انا صرت خاف كتير من هالشغلات اللي عم شوفها كل يوم بشخصيتك وبطبعك. اي نوع من البشر انت؟ اي نوع من الولاد؟ اي نوع من الاخوة؟ ممكن تكون البنت غلطت بس هي محتاجة لحبك وحنانك وتكون واقف جنبها لانك اخوها. اللي امتى اخر مرة مسحت على شعرها؟ شي مرة سألتها انتي منيحة يا اختي؟ لازمك اي شي يا حبيبتي؟ قلت او سألت شي؟ كل اللي بتعمله له حل واحد، هو السلاح والقتل والجرائم. صح كلامك مزبوط، انا ما بفهم غير بلغة السلاح والقتل. انت بتتقصد تجاوبني بشكل مختصر وتتهرب دائما. برافو عليك، برافو فرهاد أصلان. تهرب لشوف؟ فكرت شي مرة إنه أنت ممكن شي يوم تلاقي حالك لحالك بأيام بهاي الحياة مثلا؟ وأنت برافو عليكي دكتورة. صحيح ليكي هذا مو كل مرض فرهاد أصلان.
فهمتيني هيك؟ عدم الحب اني ببقى دوما جوات العتمة. تماما هذا هو انا. اذا ما عجبك ليكو الباب هنيك. سمعتي؟ الباب هنيك. صح. امك كرامتها انداست تحت الرجلين، قالت لك بس ناديلي يا امي. شو مشكلتك؟ مين اللي قتل نامر؟ او مين ابوه للولد؟ هاد هو انت؟ ما بقيان جواتك شوية حب؟ معقول قلبك اسود لهالدرجة؟ كلمة امي صعبة هالقد؟ عن جد عقلي ما بقى يستوعب شي بنوب. بيكفي ما تضغطي علي اكتر دكتورة، وحطي شي ببالك، ما في امير بيعلى وبيصير ببوس الضفدع. فهمتي؟ ما بتمشي الحياة. طلعي من عالم القصص، طلعي. أنا طلعت. أنت مريض فرهاد، بس أنا دكتورة وعندي قسم ورح داويك. عيب عيب، ما خجلتي من عملتك؟ ما هيك؟ شو عملتوا لسه قصص بهذا البيت بدون علمنا ومن ورا ظهرنا؟ ما بتستحوا أبدا. شوفي، نفدتوا بسهولة كبيرة لأنه فرهاد ما لزق السكين برقبتها. بس اسمعي، رح نعطي هالابن الحرام لحدا هو يربيه، لأنه ما حدا رح يتجوز بنت حاملة ولد بحضنه. وهيك منجوز جولسوم لأي حدا، لأنه ما بصير تضل هيك. هذا شرف عيلتنا وانتو هيك وسختوه، وما حسبتوا حساب لاسم العيلة بالمرة. شو استفدتي لما كشفتي القصة؟ شو استفدتي؟ رفعتي راسك لفوق؟ كانت بنتي رح تموت بسبب عملتك. عن جد صدقتوا هي القصة؟ لو بنتك بتخجل على حالك كانت عملتها وريحتنا منها. بس اسكتي اسكتي، وإذا بترجعي بتعيدي هذا الحكي أنا اللي رح أقتلك. شو عم تحكي ست يتار؟ تخيلي وحدة مذنبة وعم بيطلع صوتها. عيب عيب، خجلي من حالك. حظك حلو نامق مو هون، وإلا ما كنا استنينا نزوجها. كان قلعكم كلكم برا هذا البيت. خلاصي عم قلك ست يتار. خلاصي ست يتار، ممكن حضرتك كمان تسكتي؟ لا تتدخلي انتي. انتي كمان ما بتلاقي بعيلتنا بالمرة. ايه صح، وماني ناوية ليق فيكن أبدا. انتي لايقة لها العيلة أكتر.